لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا هو يعني درسنا الثاني حول بحث في مسائل الصيام المعاصرة، حول بحث في مسائل الصيام المعاصرة. وسبق الكلام بأن المقصود بمسائل الصيام المعاصرة يعني المسائل المستجدة التي لم تكن في الزمان السابق، لم تكن في الزمان السابق. وسبق الكلام عن أنواع الكلام التي سيكون حولها المسائل، منها ما يتعلق بالوقت والزمان كمسائل اليوم مثلا، منها ما يتعلق بالرخص، منها ما يتعلق بالمفطرات، وده أوسع باب هيأتي معنا فيه مسائل معاصرة كما أشرنا قبل ذلك، كالمناظير الطبية والغسل الكلوي والإبر وكذا ونحو ذلك. ومنها ما يتعلق أيضا بالمرأة نفسها، بالمرأة نفسها كما أشرنا قبل ذلك. ومعنا اليوم ثلاث مسائل تتعلق بمسألة الوقت والزمان، مسائل معاصرة تتعلق بالوقت والزمان، يعني مسائل معاصرة في الصيام ما حدثت في الزمان القديم وإنما جدت في زماننا هذا. هذه المسائل متعلقة بالوقت والزمان. هذه المسائل الثلاثة نذكرها ثم نعود إليها بالتفصيل. أول مسألة معنا اليوم إن شاء الله هي مسألة إثبات الهلال بالأجهزة الفلكية الحديثة، وهل يعني ذلك ينافي الرؤية البصرية. المسألة الثانية الإخبار عن ثبوت الهلال بوسائل الاتصالات الحديثة، الراديو والتلفزيون والهاتف وكذا والنت وكذا، وهل هذا ينافي الشهادة الحسية للشهود. المسألة الثالثة معنا وهي الوقت الذي يفطر ويمسك فيه المسافر على متن الطائرة، طائرات يعني وسائل عصرية في التنقل، فالإنسان ممكن يتنقل من مكان لمكان وفجأة يكون هنا ليل ويتنقل لمكان في نهار والعكس، فهذا يسبب إشكال في مسألة الإفطار أو الإمساك والفطر. هذه المسائل الثلاثة هي موضوع يعني درسنا اليوم إن شاء الله تعالى، نتناول كل واحدة من هذه المسائل الثلاثة بشيء من البيان والتوضيح والتفصيل للحكم. المسألة الأولى وهي حكم إثبات الهلال بالأجهزة الفلكية الحديثة، الأجهزة الفلكية الحديثة. الأجهزة الفلكية الحديثة كالمنظار اليدوي، المنظار اليدوي اللي الناس بيمسكوه في ايديهم كده، وده درجات طبعا في الجودة والقوة ونحو ذلك، أو مثلا ما يسمى بالتلسكوب العصري اللي بيوضع على أماكن مرتفعة وينظر من خلاله إلى أجرام السماء فيكبر الصورة، أو ما يسمى بالتلسكوب الفلكي، التلسكوب الفلكي، وده أعمق في الوصول إلى الرؤية إلى أبعد يعني من ما سبقه ونحو ذلك. فحكم إثبات الهلال بهذه الأجهزة الفلكية، هذه الأجهزة الفلكية الحديثة، هل هذا ينافي مسألة الرؤية البصرية؟ ينافي مسألة الرؤية البصرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهل رؤية الهلال بهذه الأجهزة تتنافى مع مسألة الرؤية البصرية؟ فهذا المبحث يعني لبيان حكم إثبات دخول شهر رمضان عن طريق رؤية الهلال بالأجهزة الفلكية، يعني هل يجوز الاعتماد عليها كوسيلة لإثبات الرؤية في دخول هلال رمضان وخروجه، حيث أننا لا نجد ذكر هذه الوسائل عند الفقهاء المتقدمين، بل نجدهم تكلموا عن طرائي الهلال من على سطح جبل مرتفع
وفوق المنارة، يعني هذه أقصى درجة وصلوا إليه، أنه ممكن يطلع على جبل وأنه فوق منارة المسجد ونحو ذلك. فهذه الآلات البصرية الحديثة لم تظهر إلا يعني في هذا العصر، وأول يعني ما يعني استعمل في هذه الآلات البصرية ما يسمى بمنظار جاليليو، هذا الذي يعني اكتشف، فكان هذا مما ينظر به إلى الأفلاك والنجوم ونحو ذلك. فحكم يعني إثبات الهلال من خلال النظر بهذه الأجهزة إلى يعني الهلال. فكما تقدم قبل ذلك أشرنا إلى بعض هذه الأجهزة، وعرفنا أن مشاهدة الأجسام بواسطة هذه الآلهة، أي هذه أسف الآلات، إنما تتم في الحقيقة بالعين المجردة، يعني التلسكوب أو المنظار أو نحو ذلك، هذا كله في الحقيقة ما تثبت الرؤية فيه إلا بالمشاهدة والرؤية البصرية، الرؤية البصرية. وفي الحقيقة ما هو إلا مكبر زي النظارة اللي أنا لابسها كده، زي النظارة اللي لابسها، يعني أنا لو بصيت دلوقتي في الورق مش هشوف الصورة واضحة، فأنا لما بلبس النظارة كده بشوفها أوضح وبعرف يعني أتحقق من الكلام. فنفس الحال التلسكوب ده أو هذه الآلات العصرية هذه ينظر فيها الإنسان، هو بينظر فيها، توضع في أماكن، وهذه المراصد بتوضع في أماكن مرتفعة، وهي لها قدرة عالية جدا على الوصول لرؤية الهلال أو نحو ذلك، وقوية جدا في ذلك. ولذلك ملخص هذه المسألة أن هذا لا يتنافى مع الرؤية البصرية، بل التلسكوب وحده لا يثبت الرؤية، إنما الذي يثبت الرؤية الذي نظر في التلسكوب من الناس. فالإنسان هو الذي يخبر في الحقيقة برؤيته، هو الذي يخبر. ولذلك حكم يعني إثبات الهلال بالمنظار والتلسكوب الفلكي في هذا لا يتعارض مع الرؤية البصرية. ولذلك فهذه المرائي هي في الحقيقة بمثابة مكبر للصورة فقط، زي النظارة الطبية. وعليه فإن دخول شهر رمضان وخروجه يثبت شرعا كما قال العلماء برؤية الهلال بالأجهزة الفلكية الحديثة، وأن رؤية الهلال بهذه الأجهزة تعد رؤية حقيقية معتبرة يتعين العمل بها. وإن لم يرى الهلال بالعين المجردة، يعني لو خلعت النظارة أنا مش هشوف الكلام، الراجل اللي هيبص كده من غير التلسكوب مش هشوف الهلال، بس ده ما يمنعش ان هو لما حط التلسكوب وبص هو اللي شايف الهلال. نعم. قال وإن لم يرى الهلال بالعين المجردة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ولا تصوموا، فإنه يدل على أن من ثبتت رؤية الهلال لديه بأي وسيلة كانت فإنه يجب عليه العمل بمقتضى هذه الرؤية. وقد كان الناس قديما يصعدون على الجبال أو المنارات لترائي الهلال، وهو ما أفتت به الجهات المختلفة في بلاد المسلمين، اللجنة الدائمة للفتوى ويعني لجنة والأزهر وغيره، ومن العلماء الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمة الله على الجميع وغيرهم من العلماء أفتوا بثبوت رؤية الهلال بهذه المناظير والتلسكوبات والأجهزة العصرية الحديثة هذه، لأنها بمثابة مكبر فقط للرائي. أي نعم. أما المسألة الثانية معنا وهي حكم الإخبار بثبوت الهلال بوسائل الاتصالات الحديثة، بوسائل الاتصالات الحديثة، يعني ما هو المقصود بوسائل الاتصالات الحديثة في الإخبار بثبوت الهلال؟ زي كما أشرنا التلفزيون، الراديو، الهاتف، الفاكس، الإنترنت، نحو ذلك. يعني هل تثبت الرؤية بهذه الأشياء؟ ينفع يعني حد يطلع في التلفزيون أو يطلع في الراديو ونحو ذلك ويقول يا مسلمين ثبت الهلال، هل يؤخذ بذلك؟
وهل هذا يتنافى مع شهادة الشهود الحسية؟ يعني ده حد بيطلع في وسائل الإعلام بيقول لنا الليلة دي ثبت ان دي اول ليلة من ليالي رمضان. طب بس مين اللي شاف؟ مين اللي شاف؟ هو المذيع نفسه ما شافش اللي بيقول لنا كده، واحنا نفسنا اللي هنخبر ما شفناش. طب هل هذا يتنافى مع الشهادة الحسية اللي هي صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته؟ هل هذا يتنافى مع ذلك؟ هذه هي المسألة التي معنا. فالعلماء تكلموا في ذلك وقالوا أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بصيام شهر رمضان، وجعل رؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان علامة لثبوت هذا الشهر. وقديما جوز العلماء العمل بالخبر عن الثقة بثبوت الهلال، واعتبروا من ذلك النيران وسماع صوت المدافع وضرب الطبول وإيقاد القناديل بالمنارة المخبرة بثبوت رؤية الهلال، فقد جعلت هذه الوسائل في زمانهم علامات على دخول الشهر وخروجه. إن جهات مختصة من جهة يعني أولياء الأمور من جهة الحكام يوم يعملوا الحاجات دي، يحطوا مثلا أماكن معينة معروف إنه لو ثبت الهلال يقيدوا نار في الأماكن دي يوم الناس يعرفوا، أو إن يضربوا مدافع أو يضربوا طبول أو نحو ذلك. وهذا يعني أقره العلماء في هذا العصر وفي هذا الزمان، وكتب الفقهاء فيها من ذلك ما سنشير إليه إن شاء الله. لكن في عصرنا هذا ظهرت وسائل جديدة للاتصالات مثل ما أشرنا إليه، تلفزيون، الراديو، الهاتف، الفاكس، الإنترنت نحو ذلك. فهل يصح الاعتماد عليها في الإخبار عن رؤية الهلال والعمل بهذا الإخبار؟ الجواب على ذلك كما يعني ذكر العلماء في الجهات المختصة في هذا الزمان، ذكروا هذا بشيء من التفصيل، ألا وهو أولا التعريف بوسائل الاتصالات الحديثة، وسائل الاتصالات الحديثة، وأن هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الوسائل الرسمية، والقسم الثاني الوسائل الغير رسمية. يعني في تلفزيون رسمي للدولة للبلد، وفي تلفزيون غير رسمي، في راديو رسمي وفي راديو غير رسمي، في وسائل إعلام عموما رسمية وفي وسائل إعلام غير رسمية. ففرقوا بين هذه وتلك. فأما الوسائل الرسمية اللي هي التابعة للدولة، قالوا كالإذاعات الرسمية التابعة للدول والحكومات التي تخبر بثبوت الهلال دخولا أو خروجا، بوسائل الاتصالات الحديثة مثل التلفزيون والراديو والهاتف والإنترنت وغيرها. هذه الوسائل الرسمية المنسوبة إلى الدولة، هذه الوسائل لا يحتمل صدور الكذب منها. الحقيقة إن هذه الوسائل لا يحتمل صدور الكذب منها، يعني بمعنى إنه مش هيكون الهلال مثلا ظهر وهم ما يقولوش ظهر، أو هو ما ظهرش وهم يطلع يقولوا ده الهلال ظهر. طبعا ممكن يدخل هنا شبهة وحد يقول طب ما هو بيختلط بكذا، المهم إن هو ثبت عنده من الجهات الرسمية بالعلماء المنوطين والجهات المنوطة إنه الهلال ثبت، فيقوم يخرج على وسائل الإعلام ويقول للناس ثبت الهلال. فهذه الوسائل الرسمية يبعد أنها تكذب في ذلك، نعم. ولا يحدث في الغالب أن يختلق أحد خبرا ينشره أو يغيره بالوسائل والأخبار الرسمية، لا سيما وقد جرت العادة من المسؤولين عنها أن يتحروا الدقة التامة في نقل الأخبار، لا سيما مثل هذه الأخبار. ثانيا الوسائل الغير رسمية، الوسائل الغير رسمية وهي التي لا تصدر عن جهات حكومية، مجلة مثلا، مش عارف موقع في النت، مش عارف مثلا فضائية نحو ذلك، جهات غير رسمية. قال بل يستخدمها الناس فيما بينهم كالهاتف والفاكس والإنترنت ونحو ذلك وغيرها من الأجهزة الشخصية، وليست هي إلا آلة إخبار وإعلام بين الناس.
طيب حكم الاعتماد على هذه الوسائل الحديثة في الإخبار عن رؤية الهلال. لمعرفة الحكم في هذه المسألة لابد أن نفرق بين القسمين اللي هو الجهات الرسمية والجهات الغير رسمية ابتداء. فأولا ما يكون صادرا من الجهات الرسمية فأوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين صيام الشهر برؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان 30 يوما، وكذلك إفطار الشهر برؤية الهلال أو إكمال عدة رمضان. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، وقوله صلى الله عليه وسلم فإن غمي عليكم فأكملوا العدة 30. ولا ريب أن الحكومات في الدول أنه إذا ثبت لديها دخول الشهر أو خروجه أعلنت ذلك للناس بالوسائل المعاصرة كالإذاعة وغيرها. وعندئذ يتوجب في الحقيقة على كل من بلغه بالخبر من رعية أو رعاية هذه الدولة التابعة أن يعتمد الخبر. يعني نقول لبعض إخواننا دعك من الخلاف الموجود بين العلماء في مسألة ثبوت الهلال واختلاف المطالع وهل لكل بلد رؤيتهم أو نحو ذلك. احنا خلينا في ان احنا اتفقنا ان المسلمين كلهم على رأي واحد. طيب الحكومات هتخرج في الوسائل الرسمية تخبرهم بهذا الرأي، هل هذه الوسائل الرسمية معتمدة شرعا؟ الجواب انها معتمدة شرعا. لماذا؟ لأنها يبعد احتمال أنها تكذب في مثل هذا. قال وعندئذ يتوجب على كل من بلغه الخبر أن يعتمد الخبر فيصوم بذلك أو يفطر تبعا لإمامه وإخوانه المسلمين، لما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. الحقيقة من أرجح الأقوال في مسألة يعني رؤية الهلال واختلاف الناس في ذلك هو القول بأن لكل بلد رؤيتهم أنسب الأقوال في هذا الزمان لاختلاف المسلمين كما ترون. فإنه لا ينبغي للمسلم أن يخالف الناس الذين هو بينهم. الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. أين؟ ولا شك أن الإعلام بواسطة الوسائل الرسمية من أبرز الأمارات الظاهرة التي تفيد غلبة الظن، وغلبة الظن حجة موجبة للعمل بها. ولقد نص غير واحد من الفقهاء المتقدمين على تحقق العلم بثبوت الهلال برؤية النيران وسماع صوت المدافع وضرب الطبول وإيقاد القناديل بالمنارة وصحة العمل بهذا، لأنه ذا كان من الجهات الرسمية، لكونها جعلت علامة على دخول الشهر وخروجه في زمانهم من الجهات الرسمية. يعني هنشير لبعضها كذا، مثلا من علماء الحنفية مثلا قال ابن عبدين والظاهر أنه يلزم أهل القرى الصوم بسماع المدافع أو رؤية القناديل من المصر، لأنه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن، وغلبة الظن حجة موجبة للعمل كما صرحوا به. واحتمال كون ذلك لغير رمضان بعيد، وإذا لا يفعل مثل هذا مثل ذلك عادة في ليلة الشك إلا لثبوت رمضان. يعني بيقول لما يطلعوا يضربوا مدافع الحكام ويعملوا المسألة دي في ليلة يعني استطلاع الهلال هيعملوا كده ليه؟ بيضربوا مدافع ليه؟ وخصوصا كمان لهم قايلين للناس إن يا جماعة لو ثبت الهلال هنضرب مدافع، فخلص الفقهاء يقولون هذه علامة والعمل يجوز بها. مثلا المالكية مثلا نجد في كلام بعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله يقول إذا كان يعلم أن المحل الذي فيه النار يعلم به أهل ذلك البلد ويعلم أنهم لا يمكنون من جعل النار فيه إلا إذا ثبت الهلال عند القاضي أو برؤية مستفيضة، فالظاهر أنه ليس من باب نقل الواحد، وهذا كما جرت العادة، لأنه لا توقد القناديل في رؤوس المنائر إلا بعد ثبوت الهلال. فمن كان بعيدا أو جاء بليل ورأى ذلك فالظاهر أن هذا يلزمه الصوم بلا خلاف، فتأمله والله أعلم. الشافعية مثلا الرملي رحمة الله عليه من أصحاب الشافعية يقول العلامات المعتادة لدخول شوال
من إيقاد النار على الجبال أو سماع ضرب الطبول ونحوها مما يعتادون فعله، لذلك فمن حصل له به الاعتقاد الجازم وجب عليه الفطر كما يجب عليه الصوم في أوله عملا بالاعتقاد الجازم فيها. يعني خلاصة كلام العلماء أنهم يقولون إن كانت الجهات الرسمية هي التي تتولى الإخبار بالتصريح بعلامات معينة فالعمل على ذلك، وأن هذا يفيد غلبة الظن، وغلبة الظن حجة في ذلك. طيب القسم الثاني بقى من جهات الإخبار كما تقدم الجهات غير الرسمية. قال العلماء إن الخبر عن طريق الهاتف والفاكس والإنترنت وغيرها مما يستخدمه الناس فيما بينهم يحتاج إلى مزيد من التفصيل، وله عدة حالات. هي واحد، أن تكثر مصادر ذلك الخبر بدخول الشهر أو خروجه. يبقى الجهات الغير رسمية، جهات غير رسمية انتبهوا، يعني الجهات الغير رسمية دي احتمال الشك فيها قائم كبير، ولذلك إذا تعددت المصادر وكثرت التي تخبر بدخول الشهر في هذه الجهات الغير رسمية بحيث يبلغ المخبرون الثقات عدد التواتر، وعلى ذلك يكون الإخبار بهذه الوسائل متواترا فيفيد القطع وعلم اليقين ويجب العمل به. صورة ثانية، أن يكون خبرا مستفيضا ومشهورا، يكون الخبر مستفيض ومشهور لكنه لم يبلغ حد التواتر، لم يبلغ حد التواتر، يعني عدد ما بلغش حد التواتر، مش كثرة كتيرة بحيث ان هو يبلغ حد التواتر، فهذا يفيد غلبة ظن ايضا التي تقرب من اليقين بان تعددت مصادره لكن لم تبلغ عدد التواتر، وغلبة الظن حجة توجب العمل في هذه الحال ايضا. نعم ما وصلش عدد للتواتر اللي هو العدد الكبير، لكن في عدد موجود جعل فيه استفاضة في الخبر واشتهار في الخبر هذه الوسائل الغير رسمية. أن يكون خبر ثلاثة، يعني أن يكون خبر أحد لم يبلغ عدد التواتر، يعني اثنين ثلاثة واحد نحو ذلك. قال لم يبلغ عدد التواتر ولا الشهرة، فإن وجدت معه قرائن تمنع من احتمال الكذب عمل بقوله. إن يكون مثلا هذا الشخص مثلا من الناس المعروف عنهم الصدق والأمانة وكذا ونحو ذلك، أو أنه طالب علم مثلا معروف عنه الصدق والعلم ونحو ذلك، طلع الآن مثلا في وسيلة إعلام غير رسمية، ففي هذه الحال لو في قرائن تقوي هذه الشهادة يعمل بها، لأنه واحد من المسلمين وعدل يعمل بها عند ذلك. قال وإن لم توجد قرائن ينظر، فإن كان المخبر عدلا أفاذ خبره غلبة الظن ووجب العمل بخبره، وإن كان المخبر فاسقا وجب التحري والتثبت من خبره. طلع واحد معروف عنه الفسق وقال ده بكرة رمضان، لا ده التثبت من خبره لابد، فإن غلب على ظن السامع صدق خبره بعد التحري والتثبت وجب العمل بتحريه واجتهاده، وذلك إن خبره وحده لم يكن دليلا كافيا شرعا يوجب غلبة الظن، فوجب التثبت والتحري لأجل ذلك. والكلام ده طبعا مذكور في كلام كثير من العلماء المعاصرين والجهات المتخصصة في الفتوى على مستوى كثير من بلاد المسلمين. يبقى إذن خلاصة هذه المسألة، وهي مسألة الإخبار عن ثبوت الهلال بوسائل الاتصالات الحديثة، إنه إذا كانت من جهات رسمية ففي هذه الحال هذا يفيد غلبة الظن ويجب العمل به، وإن كان من جهات غير رسمية فعلى التفصيل الذي تقدم. وهذا كما أشرنا قبل ذلك هذا أفتت به جهات كثيرة، يعني اللجنة الدائمة للبحوث العلمية في المملكة العربية السعودية، وأفتى الشيخ ابن باز والشيخ المطيعي وغيرهم من العلماء المعاصرين. المسألة الثالثة والأخيرة، دقائق معنا إن شاء الله بإذن الله يسيرة، وهي مسألة الوقت الذي يفطر ويمسك فيه المسافر على متن الطائرة. استجدت في الوقت الحاضر بعض وسائل نقل
لم تكن موجودة في السابق كالطائرات التي يصعب فيها على المسافر معرفة وقت الإمساك والإفطار. فحري بنا في هذه الحال أن ننظر في ذلك ونبحث ذلك، لأن الطائرات بتتنقل من مكان لمكان بسرعة شديدة جدا، وتطلع من ليل تخش في نهار أو من نهار تخش في ليل وهكذا. فهذه المسألة يقال أن الأصل في تحديد وقت الإمساك والإفطار هو قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا هو الأصل في هذه المسألة في أي زمان. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني كلوا لغاية الفجر وبعدين من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وخليكم صايمين لغاية ما الليل يدخل. هذا هو الأصل. طيب تطبيق ده بقى في الصورة العصرية دي اللي هي الطيارة ممكن تبقى في ليل وبعدين فجأة تخش في نهار، في هذه الحال فهذه المسألة تجعل المسافر على الطائرات له أحوال ثلاثة ذكرها العلماء، أحوال ثلاثة ذكرها العلماء. الحالة الأولى أن تغرب عليه الشمس قبل إقلاع الطائرة ويفطر ثم يرى الشمس بعد إقلاعها. وأنا قلت مثال في المرة اللي فاتت، كنت أنا في مطار الشارقة في الإمارات قبل المغرب، الطائرة بتاعتنا فاضل دقايق وهتطلع، ودخل المغرب وأفطرنا وإحنا الطائرة على الأرض، بدأنا ناكل، بدأت الطائرة تتحرك بعد شوية، ما فيش عشر دقائق لقينا النهار أو ربع ساعة ولا حاجة كده لقينا النهار بدأ يظهر تاني، أو لقينا لسه الغروب يعني لسه موجود. وبدأنا كل ما نخش نعمق ناحية المغرب نجد المسألة النهار أوضح. هي دي الصورة الأولانية، إن هو أفطر على غروب الشمس وبعدين فجأة والطيارة ماشية لقى النهار تاني. فما يعني حكم هذا للمسافر على الطائرة على هذا النحو؟ قال العلماء: في هذه الحالة صيامه صحيح حتى لو أقلعت الطائرة به متجهة إلى المغرب ورأى الشمس بعدها باقية، فلا يلزمه الإمساك ولا القضاء، لأنه أفطر بمقتضى الدليل الشرعي هو غروب الشمس لقول الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. ولأن وقت الإفطار له حكم المكان الذي هو عليه، فمتى غاب قرص الشمس أفطر. طيب الحالة الثانية أن تقلع الطائرة قبل غروب الشمس، الطيارة تطلع قبل غروب الشمس، بمعنى مثلا أو بمثال الغروب في مثلا في البلد اللي هو واقف فيها في المطار الغروب الساعة 6، الطيارة طلعت 5:30، الراجل كان فاضل له نص ساعة وهيفطر، طلعت 5:30، طلعت الطيارة جهة المغرب، فاضل النهار لسه مع ساعة كمان ولا ساعة ونص ولا ساعتين كمان، ما حكم الحال هنا؟ هيفطر بعد نص ساعة اللي كانت بقياله ولا يفطر مع الغروب غروب الشمس؟ طب الغروب لسه، يفضل مع الغروب لغاية ما يرى غروب الشمس. قال العلماء: في هذه الحالة يلزمه الإمساك ما دام يرى الشمس حتى تغرب، حتى ولو مر بسماء بلد أهلها قد أفطروا وهو في سمائها يرى الشمس. يعني حتى لو دي جزء منها بدأ يحصل فيه غروب بس لسه الشمس عشان مرتفع لسه ظهر، لا ما يفطرش مع البلد اللي توقيت الساعة بيقول له البلد دي هم بيفطروا دلوقتي، لا هو لسه شايف الشمس. قال: وجب عليه الإمساك لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. هو نص ظاهر بوجوب إتمام الصيام حتى غروب الشمس. الحالة الثالثة: إذا كان هناك غيم في الجو ولم يستطع رؤية الشمس، يعني الراجل طلع في الطيارة مثلا وليكن قبل المغرب بنص ساعة والطيارة ماشية، هو فاضل نص ساعة على البلد اللي هو طالع منها ويفطر، وبعدين هو ما ركب الطيارة والدنيا غيمة، لا هو عارف المغرب يعني حصل غروب ولا ما حصلش غروب، في غيمة لسه. قال العلماء: فعليه أن يبني على غلبة الظن كمعرفة وقت الإفطار بالبلد التي هو فوقها والعمل به،
وذلك باعتماد الحساب والتقاويم الفلكية كما مر في المبحث السابق، اللي هي يعني الساعة بتاعتنا دي أو النتيجة. يعني لو قالوا له الملاحين قالوا له إحنا فوق بلد كذا، طب البلد كذا دي الإفطار بتاعها الساعة كام؟ الساعة كذا. خلاص يجوز له أن يتابعها لو كان هذا الوقت هو نفس الوقت، لأنه ما هوش قادر يحدد، في غيم شديد، ولا هو قادر يحدد، وأنه يغلب على ظنه أن الغروب حصل. أما لو كان يغلب على ظنه عدم غروب الشمس فعند ذلك لا يفعل. ليه؟ لأنه الشك في غروب الشمس في هذه الحال يجعله يحتاط حتى يرى غروب الشمس. والمسألة دي لأنها مش هتستغرق كتير معاه، لأنه هذا الغيم حتى لو استمر هيعقوبه بعد ذلك دخول الليل بإذن الله تعالى. لكن هو قد يعني يشوش عليه في مسألة المغرب، لكن لابد من حصول الظلمة ولو بعد حين. لكن إن كان يغلب على ظنه الغروب فعلى ما تقدم بإذن الله تعالى. هذه بعض المسائل المتعلقة ب يعني بعض المسائل العصرية المتعلقة بالوقت والزمان. ولنا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى مسائل جديدة تتعلق ب مسائل الفطر والرخص في الفطر في مسائل عصرية جديدة. نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذا الشهر الكريم، وأن يرفع عنا البلاء والوباء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.